المهم موضوع اليوم أبي أتكلم عن استجابتك للتوقعات. استجابتك للتوقعات من المجتمع، يعني دائما أول ما أقول استجابتك للتوقعات أنت يمكن بتستنتج أن أنا قاعد أتكلم عن توقعات المجتمع لك أو توقعات الأهل لك، ولكن هي الاثنين، هي توقعات المجتمع لك والأهل لك، ولكن أيضا استجابتك لتوقعاتك من نفسك. فطريقة استجابتك لتوقعاتك ماذا تقول عنك وعن شخصيتك؟ وهذا موضوع أنا دائما أتمعن فيه، لأن إذا أنا بعطيك نصيحة أو بعطيك حتى توقع، أنا أقول لك أن أنا أتوقع منك أن أنت الحين تستجيب لهذه النصيحة، لأن أنا قلت لك معلومة صحية بالنسبة لي هي مهمة. فشلون أعرف إذا أنت بتستجيب ولا لا؟ بناء على شخصيتك، وعلى بناء على هذه الشخصية أنا أقدر أغير المسج مالي وأقدر أخليه يوصل لك بطريقة أسرع. خل أعطيكم مثال. مثلا لما كنا في الهند كنا نتكلم عن يعني واحدة من الجلسات كنا نتكلم عن التوقعات من المجتمع، إن في بعض المجتمعات توقعاتها للتلبية، خلينا نقول المناسبات الاجتماعية، تتوقع منا أن نلبيها كلها، وإن شلون الإنسان بعض الأشخاص يجدون صعوبة، بما فيهم أنا، يجدون صعوبة أن يكون عندهم عملهم مدة طويلة في اليوم، يكون عندهم أيضا بيت وأطفال، وأيضا يقدرون يلحقون على المناسبات الاجتماعية، هي عزوات، هي تباريك، هي اللي هي. المهم ففتحنا الموضوع، تخيلون أنتوا يعني نساء عربيات فوق 20، فدخلنا في حوار ما قدرت في الأخير بس أصك الباب وأخلص. ولكن الخلاصة هي أن بعض النساء كانوا يظنون أن لا، هذه التلبيات الاجتماعية جدا مهمة وجدا ضرورية، بعضهم حتى كانوا يحبونها ويعني تعجبهم ويحسون أنها جزء من حياتهم وجزء كبير من حياتهم، وبعض النساء كانوا يحسون أن لا، أنا ليش أكون ملزومة بهالأشياء وتضغطني وأنا ما أقدر وما أحس أن لها سبب وما أحس أنها كذا. أوكي، نروح الحين إلى الأم اللي عندها أكثر من طفل. الأم هذه كمثال آخر، فإحنا الحين خذنا مجموعة نساء عربيات، قلنا أن حتى في هذه المجموعة التوقعات مختلفة، تلبية التوقعات مختلفة. نروح إلى الأم اللي عندها أكثر من طفل كمثال. الحين أنا لما أكلم عيالي توقعاتي نفسها، التوقع نفسه من كل الأطفال، أن أنا أتوقع أن أنت تكون مؤدب، وأتوقع أن أنت تكون مثلا شاطر في الدراسة، وأتوقع يعني الأساسيات اللي الأمهات كلها تتوقعها. ليش طفل بيلبي هذه التوقعات والطفل الآخر ما بيلبيها؟ شنو في شخصيته بيخليه أسهل عليه التلبية، وشنو في شخصية الثاني اللي يمكن بيلبيه وهو معاجبة ولا مو مقتنع ولا كذا؟ فهذه خلينا ندخل شوي أكثر في يعني ممكن نسميه علم الاجتماع أو علم النفس، عشان نحلل الشخصيات عشان نقدر نوصل إلى الطريقة المثلى. إذا أنت أم، إذا أنت مربية، إذا أنت حتى مدير في العمل أو مديرة في العمل، شلون تقدر تفهم اللي حوالينك عشان تساعدهم يوصلون للتوقعات المتوقع منهم، من عملهم، من مدرستهم، منك، من نفسهم، بطريقة سلسة أكثر. مؤخراً كنت قارية كتاب، الكاتبة اسمها غريتشن روبن، هي أمريكية، وكاتبة كتاب اسمه The Four Tendencies. أوكي، ما عندي إياه هني الكتاب لأن أنا أقرأ على الإلكترونيك، يعني فياريت أقدر أوريكم إياه، بس اسمه The Four Tendencies. إذا بترجمها ما أعرف صراحة إذا في ترجمة من الكتاب ولا لا، ما شفتها، أظن هو نسبياً حديث. المهم إذا بنترجم الكتاب، بنترجم اسم الكتاب، بنقول يمكن هي الميول الأربعة أو الاتجاهات الأربعة للأشخاص. فهذه المرة كان عندها احتكاك بأشخاص كثيرين عبر سنوات اللي طافت، واكتشفت أن في ناس في شخصياتهم عندهم قدرة أكثر على تلبية التوقعات برحابة صدر، وناس ما يقدرون، يعني علاقتهم مع التوقعات أصعب شوي. المهم فسوت دراسات وريسيرش وتحط سيرفي وتخلي الناس تجاوب أسئلة معينة عشان تكشف شخصيتهم، خلينا نقول. فاستنتجت من كل هذه الدراسات أن الناس كلها تقع في واحد من هذين الميول الأربعة الاتجاهات. فلما احنا نفهم هذه الاتجاهات نقدر نفهم شوية عن الأشخاص. الحين ما قاعدين ان احنا نحلل شخصية ولا نحلل أبراج ولا نحلل شيء، قاعدين نحلل فقط طريقتك في الاستجابة للتوقعات.
التوقعات اللي حطها عليك شخص آخر أو التوقعات من نفسك. المهم بقول لكم هي شنو الميول الأربعة، وأنتوا قولوا لي شنو أنتوا تظنون أنا أي واحد فيهم، لأن أصلا في البداية أنا توقعت شيء ثاني وبعدين طلع لي إجابة شيء ثاني. المهم واحد من الميول الأربعة، أول واحد فيهم هي أن يكون الشخص، هي تسميه upholder. الupholder يعني أنا إذا بترجمها بعد ما فهمتها يمكن أسميه الداعم أو المؤيد. مؤيد مو مؤيد، مؤيد. فهذه الداعم، هذه الشخص هو اللي يقدر يلبي توقعاته هو من نفسه، ويقدر يلبي توقعات المجتمع منه. هذا الشخص يحب القوانين، يحب أن تكون الأشياء واضحة، ويحب يلبيها. فهذا الشخص بالنسبة له، لو أنا كنت upholder مثلا كمثال، بقول لك بس أنت ليش ما تشرب عصير أخضر كل يوم؟ يعني أنا ما أفهم يعني ليش إن الحين أنا متوقع منك، يعني هذه إيش صحتك متوقع ما. فبالنسبة حق الupholder، لأنه هو يمشي في الطريق مستقيم مع القوانين ويحب أنه يلبي القوانين أو يستمع للقوانين، ما يفهم شلون شخص ثاني ممكن أنه ما يقوم الصبح حتى يسوي رياضة، ولا ما يهتم في صحته، ولا ممكن بيدخن، ما يفهم هذا الشيء فيتنرفز، خاصة إذا هي متزوجة واحد من هالنوع، ولا إذا هو متزوج واحدة من هالنوع، أو إذا طفلها واحد من هالنوع. فهذين الأشخاص عندهم أنها هذه فيها قوانين، خلاص هذه القوانين المجتمع يتوقع مني كذا، وحتى جملتهم أن أنا هذه مسؤوليتي. ما بيقول هذه الجملة إلا شخص في خانة الشخصية اللي خلينا نسميه الداعم، الأبهولدر، أن أنا هذه مسؤوليتي تجاه عائلتي، تجاه مجتمعي، هذه مسؤوليتي لأنه هو قانون. أو حتى هذه مثلا الطفل المثالي، يعني لأنه هو بيستمع لكل القوانين اللي في البيت بيتبعها. ولكن أيضا هذا الشخص الحلو فيه اللي في هذه الخانة، أنه ما يحتاج تحفيز خارجي، لأنه هو يلبي توقعات المجتمع ولكن أيضا توقعاته هو من نفسه. فإذا هو يحس أنه يحتاج يركض كل يوم الصبح مثلا، هو بروحه بيقوم، ما تحتاج أنت تقيمه، لأنه هو upholder. وهذه الأشخاص عندهم تحفيز داخلي منهم ومن نفسهم. فهذين الأشخاص بيكونون مدراء جدا جيدين، بيكونون مثلا رواد أعمال جدا جيدين، لأنه هو يقدر يقود، يقدر يكون قائد، لأنه يقدر يلبي هالطلبات وهالطلبات. طبعا لأن في كل شخصية في أشياء سلبية، فالشيء السلبي في هذه الشخصية ممكن أن تكون أنه هو يتعب مع الناس اللي ما يحبون يتبعون القوانين، أو أنه يمكن هو يتلخبط إذا ما في قانون. يعني مثلا أنا الحين أبي أعرف ما أدري يعني فتوى في الموضوع الفلاني، ما في هذا الموضوع الفلاني، صاير كأنه شوي الموضوع طاير، يعني ما عنده أحمر، ما عنده أبيض وأسود، فهما يتلخبطون في هذه الحالة، يحسون لا وين القانون، أحتاج أنا قانون، أنا عارف أبي أعرف شنو المطلوب مني، شنو المجتمع يتوقع مني، وشنو أنا طالبة من نفسي، وخلاص أمشي عليه. فطبعا كل شيء لأنه له سلبيات وإيجابيات، فهذا الشخص ممكن يكون جدا ناجح في حياته، أما في الواقع هما الأقلية، ولكن في إيجابيات، في إيجابيات وفي سلبيات. فأنت إذا تقع في هذه الخانة، تعرف أن أنت قاعد تسوي اللي قاعد تسويه لأن في شخص ثاني متوقع منك، أو لأن أنت متوقع من نفسك، فسهل عليك الأشياء، تصير أسهل عليك. الحين النوع الثاني من الشخصية أو الميول، النوع الثاني من الميول هو اللي هي تسميه questioner. الquestioner ممكن ان احنا نسميه المتسائل او المحقق، يعني انا حسيت انه هو المحقق اكثر ينطبق عليه. هذا الشخص شنو علاقته مع التوقعات؟ هو بيسوي المتوقع منه فقط اذا هو اقتنع. فانا بتم اسال مليون سؤال الى ان اقتنع ويركب في مخي ان انا لازم اسوي هذا الشيء، لان انا فهمته وابي اسويه، بعدين بسوي، ما بسوي لان انت تبيني اسوي، ما بسوي لأن فلان قال لي بس لازم أسوي، ما أقدر، أنا شخصيتي ما تركب على هذا الشيء، فلازم أنا أحقق وأسأل مليون سؤال. مثلاً هذين الأشخاص اللي يقول لك أوكي أنا يعني بحسن أكلي في بداية السنة،
لكن انا بحسن اكلي اذا انا بحسن اكلي ليش لازم الا بدايه السنه؟ لان انت قلت لي يعني لازم يكون نيو ييرز ريزولوشن، يعني لازم يكون مو شرط التاريخ اللي انت حطيته، انا بحط لي تاريخ. هذه الاشخاص اللي دائما عندهم اسئله ليش، حتى الاطفال يعني تشوفونهم دائما هذه المحقق، طبعا معظم الاطفال خاصه على العمر 4-5 سنوات عندهم هو محقق داخلي جاهز يعني، ولكن الشخص اللي تم شخصيته محقق هو اللي يحتاج يعرف هو ليش لازم يسوي شيء. فمثلا انا سمعت فيديو عليا المؤيد وقالت ان انت لازم تسوي رياضه لان اليوغا مثلا كمثال مفيد جدا للجسم وبيساعدك في التنفس وبيساعدك في اصطلاب ظهرك وبيساعدك كذا كذا. هو الحين لازم يقتنع مو بس لان انا قلت، هو الحين لازم يقتنع لانه هو لازم يكون في قراره نفسه مقتنع انه هو هذا شيء زين وينطبق عليه هو ولا ما بيسوي. فهذه الاشخاص عندهم تحفيز جدا قوي داخلي اذا اقتنع. انتوا تتخيلون ان هذه الاشخاص، اكيد انتوا تعرفون شخص من هذا النوع، تقولون له مثلا كم سؤال بتسال بس ياخذ بحثها من الاسئله مثلا، يعني فهذه اشوفهم في محاضراتي كمثال، ان هي ما قاعده تسال لان هي بس عجبها صوتها ولا هي بس تبي تتخرب المحاضره مثلا، تبي تسأل عشان هي تقنع روحها، لأن إذا هي ما اقتنعت ما بتسوي. وهذا لين الأشخاص اللي عادة يقولون لك هذا القانون الفلاني ينطبق علي، أنا الصراحة ما ينطبق علي، أنا ما داخل رأسي هذا القانون، ما داخل رأسي. من يفهم هو القانون وليش سووه يقدر إنه هو يبدأ يطبق على روحه ويقدر يوصل يلبي هذه التوقعات. فالحين إذا أنا عندي طفلين، طفل منهم واحد أبهولدر وخلاص ماشي يعني درجاته زينة في المدرسة لأنه هو يتبع التعليمات وعنده هاي القوانين وبسهولة، هذه عندك طفل ثاني كويستشنر يسأل محقق ما عندنا، المدرسة قالت إنه أنت لازم تملي هذه الورقة، أنا ليش أمليها أصلاً؟ وهي سمعتها من قبل واحد من أطفالي، أصلاً أنا عارف كل هاي المعلومات ليش أكتب لها الجواب؟ أنا عارف إن أنا عارفة. ففي هالحالة لازم أغير أنا طريقتي مع هذا الطفل لأنه هو طريقته لازم يقتنع. فأقول له تعال اقعد، أنت تعرف ليش قاعد تدرس؟ أنت تعرف ليش قاعد تدرس هذه المادة اللي أنت أصلاً ما تحبها؟ وتعرف ليش تحتاج هذه العلامة؟ تعرف ليش تحتاج هذه الشهادة وكذا وكذا وكذا؟ مو بس لأن المدرسة تبيك، لأن أنت بتنتفع على المدى الطويل. عقب تشوفون كذي كأنه أوكي الحين فهمت، فمباشرة يبدأ في التحسن. طبعاً الاختلاف في الطريقة لازم يعتمد على الأم ويعتمد على الطفل ويعتمد على كذا، بس أنا أقدر مثلاً كأم أفهم أطفالي إذا هو محقق أفهمه شوي أكثر من هذه الناحية. فالسلبيات لهذه الشخصية أيضاً للأسف دائماً في سلبيات، إنه هو يبدأ يحقق لما ينحرق، يعني ما بيقتنع إلا لما يسأل 60,000 سؤال، ويمكن لأنه ما اقتنع بيتردد في فعل الشيء. مثلاً أنا للحين ما اقتنعت كمثال، شخص للحين ما اقتنع أنه هو لازم يسوي يوغا، بيقعد يستفسر وبيقعد يدخل وبعدين بيقول ها يمكن هذا يتعارض مع الدين ويمكن كذا، ولي ما يجد كل الإجابات يكون الوقت يمكن تأخر. فهذه من السلبيات. فلما أنت تعرف نفسك، وهي مو معناته أنا للحين ليش قاعد أقول لكم هذا الكلام، مو معناته أن أنت خلاص الحين هذه شخصيتك ومكتوب عليك هذه وخلاص ما تقدر تغيرها، لا بالعكس. انت اذا تعرف ان في توقع معين من مديرك مثلا ولا من مدرستك ولا من نفسك حتى، تبدا اذا انت محقق تبدا اولا تبحث في الاسباب، او تقعد مع مديرك تقول انا عارف ان انت حطيت التاريخ الفلاني كنهايه حق هذا الشيء، بس انا ترى يعني جاملني، انا من النوع اللي احتاج افهم. ممكن تقول لي احنا ليش لازم نسوي الاسبوع الجاي، ليش مو لازم ان ما نقدر ان نمدد مثلا في المده؟ يقوم هو يشرح لك. اذا انت فهمت، انت كشخص يشتغل عنده انتاجيتك بتكون افضل لانك بتكون فهمت. وانت كمدير حتى اذا عندك احد العاملين معاك اللي تحس انه دائما يسال دائما يستفسر ليش اصلا لازم احنا نكلم فلان ونتابع معاه ليش، فانت تشرح له شوي اكثر، هذا الشخص يحتاج اكثر شرح لانه هو من نوع المحقق اللي يحتاج يفهم عشان يلبي. اوكي خلنا ناخذ مثال ثاني. واحده من البنات اللي كانوا معي في الرحله كمثال قالت لي انا الحين ابي اسوي يوغا لما ارجع لان وايد حبيت صف اليوغا، فانا ابي اسوي يوغا لما ارجع، هل تحسين
أن أحسن أجيب مدرب يوغا خاص أو أروح جيم، أو بس بروحي في البيت يعني أخذ لي سجادة يوغا كمثال وأسوي على اليوتيوب ولا من أب ولا من أي نوع من التطبيق. قلت له هذا يعتمد على شخصيتك. أنا ما أدري إذا عرفتوا للحين، ولكن أنا الشخصية المحققة، يعني ما بسوي إلا إذا حسيت أن أنا مقتنعة، وفي كل موضوع بدخل في 60,000 بطلع دراسات وبفتح لما أنا أقتنع عشان أوصل المعلومة. المهم، فقلت له أنا أعتمد على شخصيتك، أنا ما أحتاج، لأن إذا أنا شخصيتي محقق معناته أن أنا التحفيز مالي هي من داخل. شخصية المحقق صعب علي أن تقول له مثلا لازم تروحين تعزين فلان، ترى ها ليش أروح أعزي فلان، يعني لا هو مضايق، وأصلا يعني مليون شخص بيكون في المكان ولا بيلاحظ وجودي ولا بيلاحظ. ولكن إذا أقول لك مثلا لازم تروحين تعزين فلان لأنه مضايق وسأل عنك شي يحتاج، أوكي أنا الحين بروح، لأن الحين فعلا دخل أنا في مخي أن أنا اقتنعت أنه هو يحتاجني في هذه الحالة ولازم أروح. المهم، فهذه المرة اللي تسألني عن اليوغا قلت لها اعتمد على شخصيتك أنت. أنا من الأشخاص اللي تحفيزي يطلع من داخل إذا أنا مقتنعة، فأنا أوريدي اقتنعت كمثال أن هذه اليوغا رياضة مناسبة لي مثلا، فأنا بروحي بقوم الصبح وبسويها. إذا أنت مو من هالنوع أنت تحتاجين طريقة مختلفة. فهذه وصلنا للشخصية الثالثة، النوعية الثالثة في الميول الأربعة. النوعية الثالثة هي تسميهم obligers. obligers أنا ترجمتها كملتزم. الملتزم يعني لما أنت you oblige معناته أن أنت تقول كأنه حاضر إن شاء الله كل شيء أوكي. وما أنا ما قاعدة أقولها بطريقة سلبية ولا إيجابية، كل واحدة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. فهذا الملتزم عنده وايد بسهولة يتبع القوانين اللي يأتيله من الخارج، التوقعات اللي يأتيله من الخارج. فمثلاً القانون الفلاني كذي خلاص أنا بسوي. الحين حق هذا الملتزم أحسن لأنه يكون عنده مدرب حق اليوغا، لأنه هو بينه وبين نفسه ما عنده التزام. فهذه يلبي فقط، ما نقول فقط بس يلبي بدرجة أكبر توقعات الآخرين له من توقعاته هو لنفسه. فهذه الشخص المية اللي سألتني يعني وايد أفضل لها أنها تجيب مدرب، لأن هي من النوع اللي إذا عندها أحد واقف على الطرف الثاني ينتظرها أغلب الظن بتسوي، إذا هي بروحها بينها وبين نفسها أغلب الوقت لا. أوكي، فهذه الأشخاص يمكن نقدر نصورها بصورة الأم المتفانية اللي بتسوي كل شيء حق عيالها مثلاً وحق المجتمع، لأن هي تلبي طلبات الكل. طبعاً أكيد تعرفون أن مع هذه من السلبيات اللي تصير أن هذين الأشخاص هم اللي يحترقون أسرع شيء، لأن هي قاعدة توجب الكل وما قاعدة توجب نفسها وما قاعدة تفكر في نفسها. ففي هذه الحالة إذا أنت قلتي الحين أو أنت قلت الحين إيه والله هذه أنا عرفت نفسي، فأنت تعرفي هذه الحالة. الحلو أنها يعني حتى في كتابها تعطينا حلول، خلينا نقول حق كل شخصية. فإذا أنت تعرف أن أنت من هذه الشخصية أنت تبدأ تحط حق نفسك وقت، ولكن هذه ما بيطلع منك غريزة، يعني ما بيطلع منك فطرية أن أنا لازم أسافر بروحي مثلا ولا لازم أسوي شيء حق نفسي. لازم أنت تهيئ وقت وتحط لك توقعات حق نفسك، أكشن يعني أكشن بلان حق نفسك، عشان ما تدخل في دوامة اللي أنا بوجب الكل وبنسى نفسي. فهذين هم الأشخاص اللي ينحرقون أسرع شيء. ولكن إذا أنا عندي محنة، عندي مشكلة عاطفية، تعبانة نفسيا، أغلب الظن هو هذا الأوبلايجر الملتزم هو اللي بيجي بيساعدني في هذه الحالة. هذين هم يعتبرون السند للأشخاص اللي حوالينهم، لأنه هاد روحه فبيلك، يعني حتى إذا هي ما يتم التعب بتي بتواسيج بتي بتساعدك. فهذين يقال عنهم أنهم يسووا يعني يعتبرون من أحسن الأصدقاء، لأنهم مستعدين يسوون لكم أي شيء. فحلو أن واحد يكون عنده صديق من هذا النوع، ويمكن هذا الشخص حتى يستغرب إذا أنت ما سويت. الحين مثلا أنا كمحقق يعني، وفي هي عندها كويز حتى أونلاين تقدرون تاخذون الكويز وتشوفون أنتم من أي في أي خانة تقعون. أنا كان عبالي أن أنا كنت شيء ثاني بس طلع هذه. المهم، فأنا كمحقق عندي إنه يعني يمكن أروح يمكن ما أروح حق الشخص الفلاني اللي يحتاجني، لازم أنا أقتنع. ما يخطر ببالي
ان هي تتوقع مني لان هي بتسوي لي لو شنو، فهي في منظورها شلون هذه ما تسوي شيء هو واجبها اصلا، يعني لازم هي توجب ربعها لازم كذا. اكيد فهمتوا قصدي يعني. فاذا انت من نوع فهذا لين الطلاب المثاليين مثلا، لان انا اللي بقوله بيسوونه، ولكن الشيء السلبي في هذا الموضوع انه هو يمكن يسوي وهو ما اقتنع 100% بس سواه عشاني، وهذه الاشخاص اللي بعد فتره تشوفونه يوقف لانه هو سواه عشاني مو عشان نفسه، هو ما اقتنع 100% وسواه عشاني. فهذا لان الاشخاص اللي يقولون لي مثلا انا اتبعت نظامك بعدين ما قدرت اكمل عليه لانه هو ما اقتنع 100% وما اخذه كنمط حياه كامل مقتنع فيه، فتصير هذه المشكله. المهم الشخص الاخير اللي هو الشخص الرابع في الميول الاربعه يسمونه المتمرد، the rebel. اوكي المتمرد شنها سلبيه يعني بس ما لقيت لها كلمه ثانيه. هي rebel كلمه المتمرد عاده يتمرد ممكن نقول حتى لاي سبب، هو ما بيتبع هذا القانون بس لانه هو ما يبي يتبع قوانين. ف هذه لا إيجابيات وسلبيات. خلنا نتكلم عن السلبيات. طبعا أكيد تعرفون إذا الشخص متمرد أيضا بيحرق نفسه، فأنا أصلا هي مين أصلا عشان أنا أتبع قوانينها؟ ليش هي قاعدة تقول لي هذه النصائح أصلا؟ أصلا أنا ما أحب أتبع أحد، أنا بسوي اللي في بالي. أوكي فهو ما بيتبع بس لأنه ما يحب يتبع، مو لأنه ما اقتنع، بس لأن أنا ما أحب أتبع أحد، أنا بسوي اللي في بالي. المحقق شوي غير المحقق، بيسأل يسأل يسأل ليه ما يقنع نفسه وبعدين بيسوي. المتمرد ما بيسوي اصلا لان انت متوقع انه يسوي ما يبي يسوي، يعني كانه وين القانون عشان اخالفه. اوكي الحين هذه كمثال يعني مثلا واحده من الامثله لما تقول حق الشخص روح جيم عشان تسوي رياضه، اتبع جيم مثلا اشترك في جيم. انا اروح اشترك في جيم وادفع لهم فلوس ليش؟ أنا بسوي رياضتي بروحي، أصلاً مش أعرفهم أصلاً. فهذه متمرد على كل شيء. زين كمثال الإيجابيات في هذا الشخص إنه هو يقدر إنه يفكر خارج الإطار، خارج البوكس. أفكاره لأنه متمرد مو محصورة بالقوانين وبالإطار. فهذين أهم الأشخاص اللي ممكن يبدعون أكثر، ممكن يطلعون لهم بأفكار خارجة عن الأفكار السائدة. فهذه هو الربل. فمثلا إذا أنت من نوع المتمرد ممكن تقول مثلا كأحد الأمثلة، واحد مرة قال لي إنه إن أقول له مثلا إن أنت شلون تحصل دافع أو تحفيز إنك تسوي رياضة كل يوم؟ قال أنا كل يوم الصبح أسوي رياضة، أروح أركض وأروح كذا، بس أنا أشوفها كأن أنا قاعد عاجبني الوضع لأن أنا ما قاعد أدفع حق جيم. فهو متمرد على قانون الدفع اللي في الصالة الرياضية، تمرد عليها وراح بروح أسوي رياضة. فهذه الأشخاص لا تعطيهم شنو يعني، لا تعطيهم بلان حق مدة طويلة طويلة الأمد. مثلا لا تقول لأنت حين لمدة سنة سوي رياضة مرتين في الأسبوع وأكل صحي، ما يشتغل معاهم كذي. هو يبي كل يوم بيومه، يبي هو يقوم الصبح ويحس أن أنا باكل صحي لأن أنا أبي أكل صحي مو لأن أحد قال لي لازم. فإذا أنت من هذا النوع لازم أنت تدور لك تحفيز يومي عشان تذكر روحك ليش أنت قاعد تسويه بنفسك مو لأن أحد ثاني قال لك تسوي. وفي طبعا على هذا الموضوع أسئلة كثيرة، يعني مثلا المدخن اللي يبي يقلع عن التدخين، أغلب الوقت المدخن متمرد، يعني ليش أنت تقول لي مو بصحي أنا بدخن؟ لا غصبا عنك، خاصة إذا ابتدى وهو صغير. طبعا المتمرد اللي متمرد ومراهق بعد هذه يعني خلطة عجيبة. فلازم طريقتي أنا معاه تكون مختلفة شوي. لازم أنا أقول له أنت حين دور لك ليش أنت تظن أن أنت قاعد تدخن، على شنو قاعد تظن أنك قاعد تتمرد، على شنو تتمرد؟ على صحتك. فلما هو يبدأ يفهم إذا يعني محقق يحتاج أنه هو يقلع عن التدخين، لازم أعطيه أسباب مقنعة، لازم أعطيه أسباب مقنعة. ولهذا السبب يمكن بعض حلقاتي كمثال، يعني لما أسوي محاضرات ولا أسوي حلقات أنا أعطي أسباب كثيرة وأعطي شرح كثير على كل موضوع، لأن أنا أظن أنه هو يحتاج كل هذه الشرح، لأن أنا محقق، لأن أنا كأني قاعدة أشرح حق نفسي، قاعدة أقول الكلام اللي كان بقوله لنفسي أو لنوع شخصيتي.
فألاحظ أن الحلقات اللي فيها شرح وايد يمكن يكون الإقبال عليها من المحققين أو المتسائل أكثر، ولكن أستغرب مثلاً لما يجيني سؤال يقول لي مثلاً أنا ما أعرف أقرر، أنت قولي لي شنو أسوي وأنا بسوي. فمن ناحية تحليلية قاعد أقول هاي شلون يبيني أقرر عنه، أنا ما أفهم. بس لما فهمت الميول الأربعة صرت أفهم أكثر. في أشخاص إذا هو الملتزم الأبلايجر هو يحتاج أن أحد يقول له شنو يسوي، ما يقدر هو يطلع من نفسه، أو ما يحب أنه هو يحلل بروحه ويدخل في دراسات ويدخل في تفتيش وكذا، يبي هو خلاص يعني أحد يقول له خلاص فهو أبلايجر. فأنا كأخصائية مثلا أو كشخص في الإعلام قاعد يعطي هذه المعلومات، لازم أوصل هذه المعلومة بطرق مختلفة حق الشخصيات المختلفة اللي توقعي منهم يمكن ما ينطبق عليهم. وهذا اللي قاعد يصير اليوم حتى مع التوقعات، الالتزام الديني كمثال. فتشوفون كثير من شباب اليوم، لأن الشباب اليوم صار محقق أكثر، صار يسأل، صار يحتاج يعرف ليش ما تمشي معاه كلمة إن أنت سو وإلا شيء، يعني وإلا شيء ما يدخل في مخهم. فإحنا ربينا جيل محقق، يعني نقول لهم اسأل أكثر، ادخل جوجل، ابحث أكثر، ابحث. ولكن في النصيحة الدينية كمثال، أو حتى في النصيحة الصحية، لا، أبيض أو أسود، سو وإلا، سو كذا ولا بتمرض. فإحنا قلنا لهم أن أنتوا حين تطورتوا وصرتوا محققين، ولكن في هذه المواضيع لا تفكر، ما يقدر ما يفكر، لأن إذا ما يعني له شيء. فلهذا السبب أيضا أنا أحس، يعني طبعا السياسة والدين والأكل الصحة عامة متقاربين جدا من ناحية التوقعات الالتزام ولا لا. فإذا أنا بقول لك فكر وبعدين بقول لك لا تفكر، يعني أنا يصير فيني كأنه انفصام. فطريقتي أنا كأم، طريقتي كمعالجة، طريقتي كسوشيال ميديا لازم تكون تختلف على حسب الشخص. فبس هذا الموضوع، وعارفة أن الحين إذا صكيته بيجيني مثال مليون مثال ثاني، حطيت لكم أمثلة أخرى. إيه يعني نفس الشيء على هل مثلا علاج السرطان مثلا، أن أنا رحت مثلا، إحنا نقول له خلاص هذا العلاج موجود أنت قررت، أو حتى راح حق طبيبة وقال له هذا العلاج خلاص، لا هو بروحه يروح يبحث. هذا الشخص هو المحقق اللي قاعد يبحث. الشخص اللي قال للطبيب خلاص هذه الطريق اللي بتروح له وما سأل ولا سوى ولا خلاص، هذه أبلايجر، هذه الملتزم. فتشوفون أن حتى الأشخاص طريقتهم مع أكلهم، طريقتهم مع كل شيء، يتجهون إلى هذه الميول الأربعة. فأنت أي واحد منهم؟ وهي اسمها غريتشن روبن، عشان بس اللي ما حضر في البداية، كتابها اسمه The Four Tendencies، وهذا جزء منه لأن حسيت أنه وايد ينطبق حتى على الأشخاص اللي حضروا معي رحلة الصحة الحين. فحتى في المحاضرات تشوفون شخص مشكك، شخص خلاص اقتنع، شخص بدأ يكتب خلاص البلان انه ايش بيسوي بعدين لما يرجع. فكل شخص ياخذ هذه التوقعات مني انا، لان انت الحين انا اقول لهم مثلا انتوا حضرتوا الحين معي اسبوع، انا الحين اتوقع منكم ان انتوا خلاص تنطلقون لان احنا نحتاجكم كمجتمع. فحتى لما انا قلت هذا الكلام، نزل الكلام على 20 شخص او اكثر من 20 شخص، استيعابهم لا كان مختلف، توقعي منهم استيعابهم لا كان مختلف. فالمهم حسني وين تكلمت، هذه هي الخلاصة من الكتاب. طبعا الكتاب كبير وممكن تتشعبون في اتجاهات مختلفة، فبفتح لكم بالكومنتس بس أشوف رأيكم شنو. وبتنزل هذه الحلقة أيضا على يوتيوب إن شاء الله قريبا، وبتتم على إنستغرام لمدة 24 ساعة. فإذا شفتوها على إنستغرام أيضاً حطوا لي رأيكم، يعني أنا ما أعرف هل أنتوا تحسون أن أنتوا شخصيتكم تقع في أحد هذه الاتجاهات ولا لا. شكراً 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 اللي عجبكم الموضوع، اللي عجبكم الأسلوب، شكراً. ف قولوا لي على السريع بس، تحسون ان انتم شخصيتكم من ناحيه التوقعات تقع في هذه احد الاتجاهات هذه او احد الميول؟ إيه، هل الشخص يجمع جميع هذه الميول؟ ما يصير، لازم انت يمكن تكونين تجمعين شويه من الميول الاخرى، ولكن اغلب الظن لما تدققين في التفاصيل وتدخلين في الموضوع اغلب الظن تكتشفين ان انت واحد. يمكن انا يعني كمثال
عندي ميول مثلا في الفئه اول واحد في الاب هولدر، ان مثلا انا استجيب للتوقعات الخارجيه والداخليه ايضا، ولكن لما اكتشف انا درجه التساؤل اللي عندي، العمق اللي ادخل فيه في التساؤلات، اكتشف ان لا. فلما تدققين اكثر بتكتشفين ان انت لا، في الواقع واحد من هذه الميول. يعني صعب ان واحد يكون متمرد وملتزم في نفس الوقت. طبعا كل شخص بيكون فيه شويه من كل شيء، بس لازم انا بتكون عندي بعض الايام شخصيه متمرده، ولكن الطاغي على شخصيتي بيكون واحد منها. محقق بحت فطومي 6 اي اللي يحبون الدقه في الابحاث. وفي بعض الاشخاص لما يحاججون مثلا في محاضرات يقولون لي لا، انا كمثال انا شخص واقعي، انا ابي اعرف لان انا واقعي واحس هاي ما ينطبق. وهو في الواقع ما قاعد يقول انه هو واقعي، هو قاعد يقول اقنعيني، اذا عندك حجه مختلفه اقنعيني. مثلا كمثال ثاني، ان الحين تذكرون على موضوع اكتوبر وسرطان الثدي وكذا، انا بالنسبه لي ليش اكتوبر؟ يعني ليش انا الحين، انت يوم قررت انه اكتوبر، ليش انا التزم بانه هذه المعلومات تطلع بس في اكتوبر؟ فهذه الشخص لازم انا افهم ليش انت قلت اكتوبر، واذا ما فهمت ما اقدر، يعني ما اقدر اجاريك في هذه التوقعات. ليش انت تتوقع مني انه يكون هذه المعلومه تنزل في هذا الشهر في هذا الوقت في هذه بهذا الاسلوب كمثال؟ يعني فمو وايد سهل على المحقق كمثال يعني. بس انا طبعا اعرف ان ما اعرف شنو يكون الشخص شعوره في الشخصيات الاخرى. إذا كنت بتقتنع يعني أنت محقق، إذا كنت تحتاج تقتنع، تبي تقتنع هذا شيء ثاني. إذا أنت بتسوي anyway وتبي تقتنع لأن أنت حاب تفهم، هذا شيء ثاني. المحقق ما بيسوي إلا إذا اقتنع. فممكن أن أنا حتى مثلاً الالتزامات الاجتماعية مثلاً، ممكن أن أقول ما بسويها لأن أنا مو مقتنعة، ولكن ممكن حتى أدور لي طريقة ما أن أنا أقنع نفسي. يعني حتى مو شرط كل محقق ما يروح ولا كل متمرد ما يحضر الالتزامات الاجتماعية، بالعكس ممكن يحضر، ولكن هذا الشخص لقاله طريقة يقنع نفسه أنه يروح لأنه يحتاج. الشخص الملتزم ما يحتاج يقنع نفسه. هذه تلاقونه الشخص اللي في كل مناسبة في كل مكان في كل حاجة دعم له ما هو موجود. عشان تعرفون شو تصادقون به، فروحوا ابحثوا في أطفالكم، شوفوا هم من أي نوع، أو شوفوا حتى أباءكم. يعني يمكن أنتي مثلا عندك نوع الأم اللي هي ملتزمة، فهي تتوقع منك أن أنتي تلتزمين، ولكن أنتي متمردة فلازم تشرحين لها شوي أكثر. المهم أن هذا الموضوع، إذا حابين معلومات أكثر دخلوا على الكتاب اسمه The Four Tendencies، وهذه الحلقة anyway بتنزل، وبحط لما تنزل في اليوتيوب بحط معلومات أكثر باسم الكتاب وكذا. فشكرا لكم حسن استماعكم، وإن شاء الله نشوفكم على خير مرة ثانية في اللايف إن شاء الله الخميس القادم. ومن الحين لذاك الوقت بكون موجودة على سناب شات، على إنستغرام، على خلطة 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 كل مكان. شكرا لكم.